صلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. في إطار نشاطات دورية الأسبوعية للأمور الاجتماعية في تأطير بعض الحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى رعاية ومساعدة، نتشرف اليوم باستقبال الأخت أو باستضافة الأخت أميرة جابر أخصائية نفسية عيادية لتوفر لنا اليوم تدريب تكويني حول متابعة سلوك الأطفال الذين أطفال التوحد، وطبعا مساعدة الأولياء على التصرف أو كيفية التصرف مع هذه الحالات. طبعا لا يفوتني أن أشكر الأخت أمينة التي تشرف على هذا الفرع، ومرحبا بالأخت أميرة وقت تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت اليوم جمعية أخوة اجتماعية يوم تكويني حول متابعة وتقييم سلوك الأطفال التوحديين، وطبعا وقد أشرف على هذا اليوم التكويني أخصائية نفسية عيادية وهي الأخت أميرة جابر. جاتنا من بسكرة، عندها عيادة مختصة أو تعمل في عيادة مختصة في الجانب، وطبعا نشكر على هذه، ونتمنى إن شاء الله أن اليوم التكويني تاعنا هذا يؤدي الغرض تاعو والهدف تاعو، أن العائلات اللي عندهم أطفال من هذه الحالة هذه اللي يعانيوا من هذه الحالة يستفيدوا من هذا اليوم التكويني، وبالتوفيق إن شاء الله وربي أجرها على الجهد بالذات. أستاذ، بالنسبة لهذا اليوم التكويني، يعني هذه ربما المرة الثانية، الندوة الثانية ربما، اللي كان ندوة العام الماضي كذلك، كان عندنا ندوة العام اللي فات أطرها جمعية بسمة الأمل من واتسوف من قمار، بالضبط جاونا ومشكورين على ذلك، أطرونا يوم تكويني كذلك أو يوم تحسيسي، وحاولوا أنهم يعطوا بعض التوصيات، بعض الأعمال التربوية التي يمكن من خلالها أنهم يتابعوا أطفالهم. وطبعا كان عندها مردود كبير هذه الندوة اللي فاتت، بحيث أنه من خلالها انطلق الفج النسوي عندنا برئاسة أو تحت إشراف الأخت أمينة حمزة، وطبعا داروا عدد أيام أسبوعية أو حصص أسبوعية يتلقوا فيها بعض النصائح وبعض الإرشادات وفي على مستوى مقر الجمعية. لكن الملاحظة أنه حسب الأخت أمينة لاحظنا أن الأولياء ما قدروش يلتزموا بمواعيدهم، يعني إحنا تمنينا أنهم يصبروا ويثابروا وعارفين بأن العبء ثقيل، ولكن هذا ابتلاء من عند ربي لازم نصبروا عليه ولازم نواصل ونثابروا ونبقى على تواصل مع الأخت اللي هي يعني عندها تجربة في هذا الميدان، من اجل اننا نحاول اننا نخفف العبء على الاسره وعلى الاطفال. استاذ، ربما مقر جمعيه اخوه هو المكان الوحيد في سيدي عقبه اللي يعني تجمع وتقدم يعني هذه الخدمه لهذا النوع من الاطفال اللي هم عندهم طيف التوحد. احنا عندما حددنا كما عندما فكرنا في وضع خطط وبرامج 2015، حطينا طبعا احنا، وانا قلتها قبل في لقاءات اخرى سابقه مع الاحسن، واننا حاولنا اننا نكونوا شويه محددين في العمل تاعنا، اننا عندنا مشاريع عمل نديروها كل عام، بما ان جمعيه اجتماعيه والمجتمع في مجموعه من الحالات التي تستدعي الرعايه. احنا درنا من بين مشاريعنا، طبعا المشروع الرئيسي تاعنا قلنا هو سياره الاسعاف، ولكن درنا نقاط اخرى من بينها الفئه اللي نرعاها هذا العام هي فئة أطفال التوحد، وسخرنا لهم كل ما نملك من الوسائل، وفرنا لهم المقر، حاولنا أننا جبنا لهم المختصين بحيث أن عندهم دورات تكوينية، تكفلت الأخت أمينة حمزة بحيث أنهم يديروا لهم دورات نتاع متابعة أسبوعية، ونظن أنا حسب علمي الجمعية الوحيدة اللي طلع هذه الفئة من الأطفال هي جمعية أخوة اجتماعية. أستاذنا، هذا هل من نداء يعني توجهوه للأولياء أو لسكان سيدي عقبة في هذا المجال؟ يعني
لأن الواحد النداء الوحيد اللي نطلقه كرئيس جمعية هو أنه الأولياء هم المتضررين الأكثر يعني. احنا رانا حاسين بها وبالتالي حاولنا أننا نشاركوهم هذه المعاناة ووفرنا لهم ما نستطيع بحيث أنهم يقدروا يراعيوا أطفالهم وأولادهم. وبالتالي أنا نتساءل يعني لماذا التراخي عند البعض يعني يحضر حصة وما يحضرش حصة وفي بعض الحالات ينقطعوا بشهر ما يجيوش خلاص وإلى آخره مع الأخت أنهم تسخر وقتها ليهم يعني. أنا وبالتالي النداء الوحيد ونقول ما صبروا الصبر مليح الصبر يعاونكم إن شاء الله باش تتجاوزوا الأزمة هذه وتخفوا من معاناة أطفالكم. ومثل ما قلنا في شعارنا في هذا المشروع هذا خدنا له شعار هو معا من أجل أن نخفف من توحد أطفالنا لأن بالمثابرة تاعنا بالتعاون تاعنا يمكن نخفوا من آثار هذه الحالة ونساعد أطفالنا. هذا هو النداء اللي نقوله. طبعا في نفس الوقت النداء اللي كل من يحب يعاون الجمعية لأن الجمعية راهي تمشي بمساعدات المحسنين تاع مدينة سيدي عقبة وبالتالي دائما رانا بحاجة إلى مساعدة. شيخنا بارك الله فيك وبشرك. بارك الله فيك. الشيخ راح يقدم للأستاذة الأميرة الشهادة تاعها دركا هو راح يغادرنا حبيت نواصلوا تفضل الشيخ. مشكور على الجهد اللي بديتيه معنا ونتمنوا انك تساعد تزورنا واحد المرة أخرى. الأولياء استفادوا شوية من الوجه التقليدي وبالتوفيق لما تبقى من شكرا شكرا على مدار التدريب. طبعا وبما أننا في الخريف ما تسيناش في تمر شكرا بالتوفيق وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الوجه التقليدي.